ينضم إلينا من جنيف مراسل الغد يمان شواف. يمان، كيف تسير مجريات ملتقى الحوار الليبي؟ نعم سينار، هو اليوم الأول ضمن 5 أيام هنا في جنيف برعاية الأمم المتحدة لانتخاب السلطة التنفيذية في ليبيا. عندما تحدثت ويليامز المتحدثة باسم الممثلة للأمين العام للأمم المتحدة افتتحت هذه الجلسات، طالبت الجميع بضرورة اللابديل عن الحوار لحل الأزمة في ليبيا. كنت تواصلت مع بعض الأعضاء المشاركين هنا، قالوا لي أنهم لا زالوا ضمن الاجتماعات. هذا هو اليوم الأول، سيكون على مدى 4 أيام قادمة، أي 5 أيام بالمجمل، ليتم اختيار السلطة التنفيذية. هذه السلطة سيكون عليها مسؤولية فرض الأمن، بناء المؤسسات في ليبيا، والإعداد للانتخابات العامة. هذه السلطة ستكون لفترة انتقالية، مرحلة انتقالية حتى ديسمبر من هذا العام، ولكن سيكون أمام هذه السلطة الكثير من التحديات. كنت تحدثت مع مصدر ليبي، قال لي أن هناك أهم تحدي ربما تواجهه السلطة في المستقبل هو الميليشيات الأجنبية، هذه الميليشيات التي يطالب بخروجها خصوصا في العاصمة طرابلس. وقال أن هناك دور ربما تلعبه تركيا قد يؤثر بشكل سلبي، لذلك نأمل أن يكون على هذه السلطة التعامل بحزم مع هذه الميليشيا، وأن تعيد الثقة للليبيين وحل هذه المشكلة بعيدا عن تدخلات أو ميليشيا أجنبية. ستستمر هذه الاجتماعات حتى بعد ظهر اليوم وحتى 5 من هذا الشهر، ليتم اختيار الأعضاء لهذه السلطة من رئاسة الوزراء والحكومة في المرحلة الانتقالية. يعول كثيرا الليبيون على هذا الاجتماع، كما قال لي أحد الليبيين الأعضاء في هذه المجموعة. طيب، يعني هل تم إقرار محددات واضحة، أسماء توافقية لأعضاء السلطة التنفيذية المؤقتة؟ في هذه الأثناء يتم الانتخاب، لا يمكن أن نقول أن يعني كان هناك الأسماء التي أعلن عنها من قبل الأمم المتحدة بأن هؤلاء هم المرشحون سواء لمنصب رئيس الوزراء أو لمنصب الحكومة. هؤلاء الأشخاص تأمل الأمم المتحدة أن يكون هذا الأمر توافقي، أن ينعكس بشكل إيجابي على الوضع في ليبيا، أن لا تتأزم الأمور. ولكن قبل أن تبدأ الاجتماعات كان هناك تصريحات لمسؤولين هنا غربيين طالبوا بضرورة عدم التدخل، تحديدا مشكلة المرتزقة الذين يتواجدون في يعني يقاتلون إلى جانب قوات الذين جلبتهم تركيا. يعني تحدث أحد الأشخاص قال لي أن هؤلاء يجب أن يتم وضع حد لهم، يجب أن تكون هناك تحديات ستواجه السلطة التنفيذية بعد انتخابها، بعد أن يتم الإعلان في اليوم 5 سيبدأ عمل السلطة التنفيذية، ستواجه الكثير من التحديات. لذلك أيضا تحدثت المندوبة عن الأمين العام للأمم المتحدة وقالت عليهم أن يواجهوا تحديات عدة، عليهم أن يبدأوا ببناء المؤسسات وبفرض الأمن في ليبيا. وهذا الأمر كما قلت وكما تحدث لي أحد الأشخاص داخل الاجتماعات يصطدم ببعض العوائق، تأمل أن يتم معالجتها عندما يتم انتخاب رئيس الوزراء والأشخاص في الحكومة الذين رشحوا ويتم التصويت عليهم خلال الأيام 5 هنا في جنيف. إذن من جنيف مراسل الغد يمان شواف، شكرا جزيلا لك.